انت كسرت الدنيا مع كل الناس، بس قول لي مين ما المدافع اللي تحرجنيش كان يعني بيتعبك؟ ما تحرجنيش ما لا قول تحرجنيش لي، دي لا معنى ما كده ولا واحد. تحرجنيش. اكتر واحد يعني يعني كان بيضايقك او فين؟ المنافسه معاه، حتى لو سجلت اهداف بس بتحس ان انت جايب الجول بالديله، يعني تعبت معاه. يعني انت عايز تحرجني؟ لا مش مصر بعينك والله، تحرجني؟ لا والله خالص. لا يمكن، يعني انا زي لا ما بقول لك التوفيق ده يمكن تحمد ربنا ربنا. كرمني. لما يعني ربنا كرمني، بس انا كنت توفيق موفق يعني. في مرات زمالك، فانا شايف ان انا حققت الهدف المطلوب مني، فانا ايوه مش عارف اقول لك مين بالظبط، لكن كلهم لعيبه، لعيبه مهمه، ولعيبه لعيبه ليهم اساميهم، ولعيبه اقوياء داخل الملعب، لكن ربنا كان بيكرمني داخل الملعب، فكان كنت بكون موفق عليهم. لكن يعني كابتن مدحت عبد الهادي كان مدافع قوي جدا، ولما كان في بشير التبعي برضه، لما لعبت عمرو الصفتي كان في، انا يعني كان في ناس كتير لعبت عليها، بس ربنا بس كان ما فيش حد يتعبك.